صغير هلا انتو صعب لانه اللي عم تحكي عنه متهم بتزوير العمله وتهريب الاسلحه مستحيل اخي سبيله لانه مجرم خطير لك شو بدك فيه انت يا خالتي الجماعه مستعدين يدفعوا 10 مليون اه 10 مليون شو بدها تروحي رشوه يعني اما ما انتي وقعي لهم على اخلاء السبيل وانا نصطفلوا بيهربوا برات البلد بيتركوه هون اي مشكلتهم الجماعة مجهزين حالهم وبليلة ما فيها ضوء قمر رح يسفروه انتي بس تجي تطبيعي على العتمة يعني بدك روحي على العتمة اه على العتمة ايه على فكرة بتعرفي انه انا في لي حيل لهم كلياتهم على القضاء ونزلك انتي شاهدة على الموضوع شو؟ نزلتي خالتك على المحاكم؟ لا انا ما حبيتها منك منوب معها والله الحق حق انا وقت الحق ما بعرف لا خالتي ولا جوز خالتي وقت الموضوع له علاقه بالعداله اذا بدك ننزل ابي وامي كمان شو عم تحكي انت الروح شو عم تحكي الوضع عم تدور ولا انا ماما احنا يمكن نزل ضغطي ماما سوسو ماما ماما خيف ضغطي ماما يخرب بيتها من حالها معقوله شو راسها يابس يا خانو ما كان في داعي للي عملتيه أبدا يعني 10 مليون ما بيضروا أبدا لك انت محلك تفهمني أنا بدي ارتشم أنا بدي ارتشم ايه خلصينا بقى لسه ما بادي وحاملتي لي السلم بالأرض خلصينا بقى كل قصة بدك تعملي لي فيها ايدين لا ما بدي وطي صوتي شوفي العالم كيف عايشة شوفي العالم كيف عايشة شو دخلني بالعالم ما دخلني بالعالم أنا راضياني عن حياتي بعدين أنا هلأ فهمت سر الجاية لهون شو سر الجاية دخلي قلبي كان حاسسني إنه في إنه بالموضوع توقيع صغير توقيع صغير أنا هلا بدي انزل عالشام أنت مجنونة اترك أهلي وانزل هلا عالشام والله تمثيلية وانكشفت إذا مالك نازل معي نازلة لحالي جنيتي أنت فوتي نضبي بكرة ما بدي هلا بدي انزل لا هلا بدك فوتي شو رأيك بقى؟ تفضلي تحي تفضلي جاي أنا جاي الحياة الجمعية ما لا أي هدف منها الجمعية بتحمل طابع إنساني اجتماعي للبحث في ظاهرة التشرد والحد قدر الإمكان من انتشار الظاهرة السلمية. مدام أميرة قديش بتتوقعي إنه الجمعية رح تحقق أهدافها بشكل موضوعي وعلى أرض الواقع؟ يعني أكيد للحصول على نتائج إيجابية بدنا وقت. طب فيك تخبرينا شو هي الخطط المبدئية اللي وضعتوها بالجمعية لتحقيقها بشكل فعلي بالواقع؟ هلأ أول خطوة هي البحث في ظاهرة التشرد وأسبابه وشو اللي دفع هاي الناس لتوصل لهالمرحلة وخاصة إنه الأغلبية العظمى منهم هي من فئة الشباب الواعي والأطفال طيب مدام أميرة لكونك زوجة شخص مسؤول وشخصية قيادية مهمة قديش هذا الشيء أثر بوجودك بالجمعية وأثر بمسيرة الجمعية بشكل عام؟ يعني أكيد زوجي كتير دعمني وبيدعمني يعني لأنه هو شايف شو هدف الجمعية يعني فواقف جنبي الحقيقة أوكي شكرا لك على هذه الفقرة شكرا برافو برافو يا فرحة قلبك يا أحمد عبد الحق هي مرتك طلعت على التلفزيون طبعا لازم تنبسط وتفرح فيني هذا بدل ما تشكرني لاني حكيت عنك قاعد عم تتمسخر علي مين قال لك اني بحب حدا يحكي عني بالتلفزيون انا هي البروصه كلها ما بحبها ارجوك لا تحكي معي بهالاسلوب انا هلا سيده مجتمع مهمه اكسكيوز موا سيده شو عن جد ما طالها باخذ العقل على التي في على شو على التي في تي في والله صرنا وتصورنا شو كأنك غيران مني مو بس غيران رح طق غيري كمان لك عم بمزح معك شو ما كنت يلا قلبية للمحطة خلص اللقاء قلبية ما بدي بدي شوف الإعادة تبعها أنو إعادة؟ بلا من كل عقلك ممكن يعيدوا اللقاء الله يستر بقى تتسكر المحطة من وراء هيك لقاء هلتك طمن على النضال كم كيسه مخلص لا لا المكان آمن وما عليه عين لا فاهم أكل ماشي
الله معك معلم بعد الله معك. همي شباب همي على السريع. بناء على مقتضيات المصلحة العامة يعين السيد عاصم عيسى أمينا لمستودع مديرية الريف. أنسي هلا تعي لعندي. يبلغ إذا القرار. تفضلي. زين ما في زول. ليش عم طلع لي هيك؟ لا أنا لبست سبور اليوم لأنه ده خلقي من الفور ويل. لا ما تحكي كثير هي حاسسها بايخة شوي. خذي الله يرضى عليكي هذا قرار تعيين أمين مستودع لمديرية الريف، تطبعيه على الكمبيوتر وتبعتيه بالبريد المستعجل. حاضر أستاذ، بتريد شيء ثاني؟ شو شايف أزرق ألوان في شيء مشقرق، شو الموضوع؟ احكي لي. موضوع؟ اي لا خلص فهمت معناتها بلش يدق من جديد. يلا الله يهنيك يا رب. عم اذنك استاذ نسيتي القرار. ما قلت لك في شيء اخذ عقلي. تفضلي. مع السلامه. الله يعينك اللي ببالي.